بنرحب بحضراتكم في المؤتمر الصحفي الخاص بأبطالنا في بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024. وطبعا بنرحب بمعالي وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، مشرفنا ومنورنا يا فندم. وبنرحب طبعا بقيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزير الأسبق سيد أشرف سلمان رئيس مجلس الإدارة، والسيد عمرو الفقي رئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وايضا السيد محمد يحيى لطفي رئيس مجلس اداره الشركه المتحده للرياضه، وايضا الاستاذ اسامه الشيخ رئيس قطاع الرياضه بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. وطبعا فوق راسنا كلنا ابطالنا اللي شرفونا ورفعوا راسنا في اولمبياد باريس 2024، احمد الجندي وساره سمير، محمد السيد، عبد اللطيف منيع، ومحمد جبر وكريم كحلة. فعايزين تسقيفة كبيرة جدا 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 ليهم. الحقيقة من الحاجات الجميلة جدا في المؤتمر ده ان احنا مش بس بنكرم الناس اللي كسبت ميداليات زي جندي وزي سارة وزي محمد السيد، ولكن بنكرم ابطالنا اللي حاولوا وجابوا اخرهم وبذلوا اقصى جهد عندهم عشان يرفعوا اسم مصر وعلم مصر، ولكن المولى عز وجل لم يقدر ليهم التوفيق في هذه البطولة، وبإذن الله منتظرينهم ومستنيينهم في القادم من المنافسات. هنبتدي مؤتمرنا الصحفي مع حضراتكم بكلمة لمعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، فليتفضل. شكرا يا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنسعد دايما ان احنا نكون موجودين في المكان ده، واحنا يمكن برضو في المكان ده اطلقنا الصورة الرسمية للمنتخب البارا اولمبي واطلاق الزي الرسمي ليه، وهو ان شاء الله بيستعد للسفر خلاص وربنا يوفقهم. احنا سعداء جدا بدعوة المتحدة شريك استراتيجي وطني للوزارة والرياضة المصرية. الحقيقة ان احنا نكون موجودين ومعانا ابطال مصر اللي يعني رسموا البهجة، وأبطال مصر كمان اللي راحوا في تنافس كبير جدا جدا جدا. الحقيقة يمكن احنا عصرنا دورتين طوكيو، وده كان في إبان فترة الكوفيد، وبعدين باريس. يمكن باريس كان المجال مفتوح أكبر، تنافس أشرس بشكل كبير، لكن احنا يعني مصر بنت جيل أصغر سنا، بنت كمان يعني في الرياضات المختلفة اللي ما كانش لها يعني سياق المسمع في تنافسات ودخول نهائيات، لأن هو ترتيب وتخطيط. الحقيقة مش هطول كبير، لكن باسم المنظومة الرياضية المصرية احنا النهاردة بيسعدنا ان يكون معانا أبطالنا اللي تشرفت بيهم وشرفونا، وأبطالنا كمان يمكن تباعا إن شاء الله يكون في نماذج كتير سواء في المستوى السني ونماذج إحنا بنحضرها هيكون يعني لهم إطلالة إعلامية عشان كل الناس تعرف، وبشكل يعني واضح وصريح وجدي ولادنا اللي هم أبطال أفريقيا أو أبطال عالم، لأن التأهيل للأولمبياد يا إما بيكون على حسب نوع الرياضة من خلال بطولة أفريقية أو من خلال بطولة عالمية، وده بيكون ليه تصنيف وبيكون ليه منافسة كبيرة جدا، علشان مش كل الناس بتقدر إن هي تطلع للأولمبياد. فصعود الأولمبياد في حد ذاته هو حجم من البطولات وحجم من الإعداد الكبير جدا. وبعدين الدورة الأولمبية بيكون لها ظروفها وليها المنافسات الخاصة بيها. الحقيقة مش هنتكلم في الحاجات الأخرى يكون ليها مجالها، احنا اليوم طويل لبعض الظهور لبعض ولادنا اللي موجودين في البعثة، لكن يعني يهمنا ان احنا نشوف ولادنا اللي جابوا الميداليات ذهب فضة برونز وكمان نموذج، بالمتابعة يعني هتشوفوا نماذج كتيرة للإعلام الفترة القادمة من اللي لعبوا على ميدالية وتصنيفهم وكان تمثيلهم قوي جدا على ميدالية ولهم دبلومة يعني أو لهم شهادة برضو. فأنا يعني هترك المجال لولادنا وهم يتكلموا بشكل أكتر يعني.